فرق جهات ملحمسة، ولأن احتراف الطبقة السنادي أن أي زعيم ما عنده سلاح هنا وقال الأنفاق وقدمناها للجميع، والمشكل ديال الجماعة من الأسئلة مع اللاعبين بأن فرق الموارد الإيطالية، لأن فرق الموارد الإيطالية ولاعبين وفضلوا المسؤولية ديالهم وصلوا عقد، وكون كل هذوك اللاعبين عندهم عقد مع جهات ملحمسة كانت الجميع غتوقفهم، لأن اللاعب ما عندوش الحق يسيي دو كونترا، وفرق الموارد الإيطالية كان غادي يكون ما عنده حتى شي مشكل. ولكن اتضح من بعد انا ما عرفتش، اتضح من بعد بانه يمكن ما عندهمش كونترول ولا انه كونترول نون فالابل ولا هذه امور ديال الجميع. اما انا كنشرح لك الموقف ديال بارك الله فيك، جاو اللاعبين عن طريق ديفاجو كيقول لك حنا ما عندناش كونترول، كاين اليوم انا كنظن بان هذا قانوني 100%.